الأمير محمد بن سلمان يصعد قضية للإنتربول وتصعيدات قانونية خطيرة وتوقعات أخرى خطيرة، الأخطر من توقعات ليلى عبد اللطيف، بعد قليل على قناة توقعات الأيام. برحب بحضراتكم معنا في قناة توقعات الأيام وحلقة جديدة من حلقات التوقعات لسيدة الإلهام ليلى عبد اللطيف وأخطر توقعاتها للدول العربية في عام 2023. بفكرك سريعا تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل متابعي التوقعات، ولو انت جديد معنا شرفنا بالاشتراك في القناة، كمان متنساش تفعل الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا أول بأول. تتوقع ليلى عبد اللطيف حركة دبلوماسية نشطة في 2023 بتشمل سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، وبسبب أحداث عربية بارزة في المرحلة القادمة. السلطان هيثم بن طارق بيسعى لأجل قرارات حكومية مهمة في 2023 تشمل زيادة الأجور وتحسين الأوضاع السكنية والمعيشية أمام جميع المواطنين في سلطنة عمان. أيضا سنرى افتتاح مطار جديد في سلطنة عمان بأحدث المواصفات الهندسية. مع حلول شهر رمضان المبارك في 2023 هيقوم السلطان بإصدار قرار بالعفو عن بعض السجناء من سلطنة عمان. كمان هتشهد لأول مرة حضور فاعل ومهم لسلطنة عمان في لبنان، وده بشكل مفاجئ لسبب حدث مهم. هتشهد الكويت أزمة سياسية داخلية لكنها هتكون عابرة ومش هتأثر على استقرار الحكومة في الكويت. قرار الكويت في 2023 بيتعلق بمشكلة الجنسيات البدون، ومع صدور مراسيم حكومية لإعطاء الجنسية الكويتية للجميع اللي بيستحقوها على أرض الكويت خاصة البدون. كمان القيادة الكويتية الحكيمة والحازمة هتستعد لشن حملة جديدة مما يؤدي لاعتقالات كبيرة وهنشوفها قريبا في الكويت. ولادة حلف كويتي روسي صيني، وبينجح هذا الحلف بإجراء وساطات ومصالحات بين إيران وبعض دول الخليج. قطر هتكون خلال المرحلة القادمة على أبواب ثورة سياحية غير مسبوقة، شايفة وفود سياحية في قطر خصوصا رعاية الدول اللي شاركت في المونديال. كمان تفتح أبوابها لتستقبل كل من يطلب اللجوء السياسي إلى أراضيها، ومن كل الدول والأديان وبشكل مدروس وقانوني. كمان هنشاهد وفد قطري يزور سوريا بشكل مفاجئ ويفتح المجال لتبادل الزيارات بين قطر والرئيس الأسد. شايفة مصالحات ومصافحات قادمة وآتية بين سوريا وقطر هتؤدي لعلاقات جيدة وتفاهمات فاعلة وستكون في مصلحة البلد. كمان هيشهد الإعلام والعالم تكريم عالمي خارج قطر على شرف الشيخ تميم بن حمد، ونيابة عن كل مواطن عربي يشعر بالفخر أمام هذا الإنجاز، وهنقول شكرا قطر. من توقعاتها كمان أن اسم المملكة العربية السعودية هيكتسح المجال العالمي في مشاريع البناء والعمران والسياحة، ابتداء من مدينة The Line وصولا لإنجاز مشاريع خيالية ومذهلة واللي هترى النور برعاية وإشراف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واللي هيحقق المعجزات على أرض الخيرات. كمان بتقول أن عجائب الدنيا السبعة لن تبقى كما هي، السعودية بتتخطى الزمان والحدث وبتتربع على أحد هذه العجائب خلال السنوات القادمة. هنسمع عن شركات وهمية كمان بتعمل خارج الأراضي السعودية وهتقوم بعمليات نصب واحتيال على بعض الأفراد والشركات في السعودية وغير السعودية. وهنا شايفة تدخل حاسم وفاعل من ولي العهد لتحويل هذه القضية إلى أجهزة الإنتربول الدولية لكي تتخذ كل الإجراءات والملاحقات القانونية للكشف عن هذه الشركات الوهمية وفتح أصحابها وتقديمهم للمحاكمة قبل أن يتمكنوا من النجاح بأي عملية احتيال أخرى. وهذه القضية هنشوفها بتتوسع وهنسمع شكاوى وصرخة من عدة دول عربية كانوا ضحايا للشركات دي واللي سرقت أموالهم، وبتقول إن هيتم القبض عليهم وكل من شارك في عملية النصب. شايفة كمان إن الكثير من رجال الأعمال والمال والأثرياء حول العالم هيختاروا المملكة العربية السعودية للإقامة فيها بشكل دائم من أجل الأعمال والاستثمار داخل المملكة بسبب الوضع الأمني الاقتصادي وأيضا الاقتصاد السعودي تحت عنوان صناعة تحت عنوان صنع في السعودية، وده هنشوفه في كل دول العالم. من توقعاتها كمان إن هنسمع في سوريا عن بداية حملة واسعة وكبيرة لمحاربة كل أنواع الفساد، والحملة دي هتكون بتوجيهات مباشرة وقيادة الرئيس الأسد، وهي حملة غير مسبوقة على الفساد في سوريا، ومش هيكون في أي غطاء سياسي لأي عملية فساد حصلت أو لأي فاسد مهما على شأنه تحت أي ظرف من الظروف. فرج قادم بتشوفه ليلى عبد اللطيف للموظفين لتخفيف أعباء المعيشة والغلاء، وبتزف البشرة للمواطن اللبناني عامة وأفراد الجيش اللبناني وقوى الأمن خاصة
بأنها شايفة بوادر صدور قرار بيخرج ما بين مجلس الوزراء ومجلس النواب برفع الأجور وزيادة رواتب العاملين في القطاع العام، مما سيجعل المواطن اللبناني يشعر ببداية الانفراج المادي لتحسين الوضع المعيشي خلال المرحلة القادمة. شايفة كمان صفحة جديدة من العلاقات ما بين الإمارات ولبنان هتبدأ خلال المرحلة القادمة، وده هيؤدي لتسهيل دخول اللبنانيين لدولة الإمارات للعمل، وسنكون أمام مشاهد اجتماع عربي دولي، والإمارات هي الدولة اللي هتكون الراعية لهذا الاجتماع، وده بسبب حدوث تطورات وأحداث مهمة على الساحة العربية، وهيصدر عن الاجتماع قرار بتكليف رئيس الإمارات للقيام بمهمة عربية حساسة ومهمة تبدأ من العراق وتصل لسوريا وتنتهي في ليبيا. كمان تتوقع ليلى عبد اللطيف ان المدارس الرسميه في لبنان مهدده بالاقفال، والجامعه اللبنانيه في قلب الحدث، وصرخه الطلاب بتهز لبنان. كمان شايفه شخصيه عسكريه لبنانيه كان ليها حضورها الفعال على الساحه اللبنانيه شايفاها في ذمه الله، وبسبب حدث مؤسف في 2023. شايفه كمان مبادرات اقليميه وغير مسبوقه وزيارات رئاسيه خاصه على مستوى الدول بين السعودية وسوريا، ولا تستبعد العودة لزمن السين سين، وشايفة أن الزيارات الرئاسية وعودة العلاقات الدبلوماسية تطال سوريا وتركيا، وأيضا لقاء بيجمع الرئيس الأسد مع الرئيس أردوغان. ومن خلال هذه الزيارات شايفة السلام يرفرف ويعم على الحدود التركية السورية. كمان شايفة انسحاب مفاجئ للقوات العسكرية التركية من بعض مناطق شمال سوريا، وده هيجعل المعارضة السورية وبعض الأطراف المسلحة في حالة من البلبلة والإرباك تصل للاستسلام. ومن توقعاتها كمان تقارب بين الدكتور سمير جعجع ومعظم الخصوم السياسية، وحيفتح أمام الدكتور جعجع عدة مصالحات سياسية، وشايفة أنه بيظهر في الإعلام وبيحمل مفاجآت غير متوقعة وأحداث هامة خصوصا مع حزب الله. كمان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل شايفاه من منطلق المحافظة على حقوق المسيحيين ومركز الرئاسة الأول، هنرى المصلحة الوطنية تفرض على الوزير جبران باسيل دور بارز وفاعل من أجل تسهيل عملية انتخاب الرئيس الجديد للبنان، وسيكون مفاجئ ونرى قيادات لبنانية بارزة تبارك هذا الدور، وسنرى صورة تجمع ما بين الوزير باسيل وفرنجية، والعناق الحار يجمع أكثر من شخصية مع الوزير باسيل وأيضا مع حسن نصر الله اللي هيكون مسؤول وقيادي اللبناني الكبير، واللي هيكون حضوره فاعل لجمع الوزير فرنجية مع الوزير جبران باسيل. ومع انتهاء هذا اللقاء سينطلق الدخان الأبيض لانتخاب الرئيس الجديد في لبنان وتنسيق بارز مع دولة الرئيس بري، وهنا لا أستبعد أن نشهد حضور مميز وفاعل للسيد حسن نصر الله تحت قبة البرلمان لمباركة الرئيس الجديد. كمان الرئيس بري صاحب المبادرات السحرية هو من سيحمل كلمة السر في الأيام المقبلة، وسنسمع أنه لن يسمح بطول فترة الفراغ السياسي. كمان الرئيس نجيب الميقاتي خلال 2023 حيعود للوجهة وبقوة ولن يكون بعيدا عنها، ولو بعد فسيرجع مرة أخرى للوجهة من جديد. طبعا الأعزاء بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية توقعات النهاردة لليلى عبد اللطيف للدول العربية. أشكركم جدا على حسن المتابعة، ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناة. هنستنى تعليقاتكم وأراءكم، ودمتم في حفظ الله ورعايته.